طيبة وأصلها ثابت وفرها في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على النبي الأمي وعلى وصحبه صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. شجرة طيبة تشتيها نزامية رزاقية ويسية محمدية افتخارية تشتيها صابرية مخدومية قدوسية محمدية افتخارية إلهي بحر مد بركة رازون يا كبير دستغير شيخ المشايخ الإسلام والمسلمين فخر المشايخين مظهر أسرار التجليات أنوار الفخر المعين الإلهية شاه سيد محمد افتخار لي صاحب الحسين تشتي ثم جميلي رضي الله تعالى عنه بعد داشت إلهي بحرمة بركة العزل يا زكبير دستغير شيخ المشايخ الإسلام والمسلمين ولي الكامل صفي الواصل حضرت مولانا الحادي الحافظ الشاه محمد قطب الدين عبد الوالي رضي الله تعالى عنه بعد داشت إلهي بحرمة بركة العزل يا زكبير دستغير شيخ المشايخ الإسلام والمسلمين ملك العلماء الكاملين والمكملين راسخون بالعلم صاحب الوقت إمام الهند حضرة مولانا الهادي الحافين الشاه محمد قيام الدين عبد الباري ميان سرطان رضي الله تعالى عنه بات داشت إلهي بحرمة بركة العظم يا زكبير دستغير شيخ المشايخ الإسلام والمسلمين قطب الإرشاد محبوب رب الأرباب حضرة مولانا الهادي الحافين الشاه محمد عبد الوهاب رضي الله تعالى عنه بات داشت إلهي بحرمة بركة العزم يا زكبير دستغير شيخ المشايخ الإسلام والمسلمين تاج العارفين رئيس الكاملين سراج المقربين قلب الهند حضرة مولانا الهادي الحافين الشاه محمد عبد الرزاق فرنجي مهلي الأجنبي رضي الله تعالى عنه بات داشت إلهي بحرمة بركة العزم يا زكبير دستغير شيخ المشايخ الإسلام والمسلمين آفتاب الولاية حضرة مولانا الهادي الحافظ الشاه محمد عبد الوالي فرنجي مهلي الأجنبي رضي الله تعالى عنه بات داشت إلهي بحرمة بركة العزم يا زكبير دستغير شيخ المشايخ الإسلام والمسلمين زبدة الأولياء قدوة الأصفياء حضرة مولانا الهادي الحافظ الشاه محمد أنوار الحق رضي الله تعالى عنه بات داشت إلهي بحرمة بركة العزون يا زكبير دستغير شيخ المشايخ الإسلام والمسلمين بحر الحقائق والدقائق حقائق عقا حضرة مولانا الهادي الحافظ الشيخ أحمد عبد الحق رضي الله تعالى عنه بات داشت إلهي بحرمة بركة العزون يا زكبير دستغير مخدوم الآفاق مخدوم المشايخين قطب الزمان غوث الأوان سر غوث العالم دستغير سيدنا سيد الشاه عبد الرزاق دان ما بان سبيل رضي الله تعالى بعد داشت إلهي بحرمة بركة العزم يا زكبير دستغير بحر الشهود قطب الوجود خادع نسير الحق والدين محمود روشن سرار دالبي رضي الله تعالى بعد داشت إلهي بحرمة بركة العزم يا زكبير دستغير سلطان المشايخين خادي راس الدين زرزري بخش محبوب الإلهي حضور عالي حضور خادع نظام الحق والدين الحسيني تشتي سيد محمد بن سيد أحمد البخاري ثم بجال ولد حلبي رضي الله تعالى بات داشت إلهي بحرمة بركة العزم يا زكبير دستغير ملك الأقطاب أولى الأحباب سيد السادات حضرة مولانا حريق المحبات بابا فريد الحق والدين مسعود الزندشك رضي الله تعالى وبارك داشت إلهي بحرمة بركة العزم يا زكبير دستغير برهان تشتيان شهيد المحبات قطب الأقطاب رسول الإسلام خادع قطب الحق والدين باختيار كاكي الحسيني تشتي اوشي سمى تهلبي رضي الله تعالى بعد داشت إلهي بحرمة بركة العزم يا زكبير دستغير غوث المشايخين غوث الفقراء والضعفاء والأيتام وراس المساكين غوث الخلائق كلهم أجمعين غوث العالمين أعن الله الذي ذكر المقدس العلي العليم الحسنين جمال المنور العلي العليم الفاطمي
جلال المقدس عن العلم أبو تراب وقال المكمل جلال الحقيقة إلهي ورجعت محمد يا قاضي قاضيان والي بيكسان حامي بيكسان مهم بيكسان مرشد رحمة معك بلاي على صفاي هذه انسجان مظهر جلد على نورك دمع فطاب جحان خاج عظم مهين عظم حضور عظم سور عظم هند الولي أطاي رسول نائب المصطفى حبيب إلهي نور إلهي نور محمد نور فاطمي نور علي نور حسن نور حسين خاجة مهين الحق والدين خاجة مهين الحق والدين خاجة مهين الحق والدين الحسيني تشتي حسن سنجري ثم جميلي غريب نواز رضي الله تعالى عنه بات باشت إلهي بحرمة بركة العزون يا عزم في الاستقر مختار علي رفان خاجة بزرق شهر شعب إلهي غوث الدارين حضور عزم حضور خاجة سير عثمان حاروني نشابور جنة المعادة المكي رضي الله تعالى عنه إلهي بحرمة بركة رازون يا عزة كبيرة تستغير خلصوا أكبر خاجة حاجي شريف زنداني رضي الله تعالى نبات داش إلهي بحرمة بركة رازون يا عزة كبيرة تستغير قطب العالم رسول أكرم خاجة قطب الحق والدين مولود تشتي رضي الله تعالى نبات داش إلهي بحرمة بركة رازون يا عزة كبيرة تستغير تعالوا الأقدام عن الحباب سيد أستاذ الخاجة ناصر الحق وديد أبو يوسف تشتي رضي الله تعالى عنه بعد داشت إلهي بحرمة بركة رازون يا عزة كبيرة تستغير أشرف الأقدام هون الحمام سيد أستاذ خاجة أبو محمد التشتي خاجة أبو أحمد التشتي رضي الله تعالى عنه بات داشت إلهي بحرمة بركة رازون يا كبير الدستقير شيخ المشايخ الإسلام والمسلمين قدوة الأقدام هون الحمام سيد أستاذ خاجة قطب الحق والدين أبو محمد أبدال التشتي رضي الله تعالى عنه بات داشت إلهي بحرمة بركة رازون يا كبير الدستقير رأس السلسلة خاليان تشتيان ويسترقتان وصل حباب سيد السادات جيد القضاء صاحب القرش والكرامات أبو الفتح أبو الإسراء أبو الولاية دائما القائم المعراض الإلهية حضور عظم حضور خاجة أبو الفتح أبو الإسراء الشامي تشتي رضي الله تعالى مفات داشت إلهي بحرمة بركة راد ونياز ونفير الاستغير قطب المشرق المغرب أوسط الدارين أولى الفقراء وأفعال إتام أولى سيد المساكن خاجة عالمين خاجة ممشاد الدين رضي الله تعالى مفات داشت إلهي بحرمة بركة رازون يا عزة كبيرة تستغير إمام الأخطاب أبن الحمام سيد السادات خاجة أمينة النبي خبيرة البصري رضي الله تعالى عنه بركة داشت إلهي بحرمة بركة رازون يا عزة كبيرة تستغير شمس الولاية تعد الهداية نور العناية حضرة مولانا خاجة سيد بدر الدين خذيفة المعشي رضي الله تعالى عنه بركة داشت إلهي بحرمة بركة رازون يا عزة كبيرة تستغير إمام الإسلام والمسلمين سلطان العارفين أمام الأرض خاجة سلطان إبراهيم ابن أدهم البلخ رضي الله تعالى عنه إلهي بحرمة بركة رازون يا عزة إمام الإسلام والمسلمين جمال الحق ودي خاجة أبو الفايز فليل بن عياز رضي الله تعالى عنه بدراشت إلهي بحرمة بركة رازون يا عزة إمام الإسلام والمسلمين تاج المقربين شمس المجددين سراج المخلصين أبو الفضل خاجة عبد الواحد بن زيد رضي الله تعالى عنه بدراشت إلهي بحرمة بركة رازون يا عزة إمام الإسلام والمسلمين قدوة التابعين إمام العيمة أبو النصر خاجة حسن بصري الأنصار رضي الله تعالى عنه بدراشت إلهي بحرمة بركة رازون يا عزة إمام المشارق المغارب مظهر الأجانب الغرائب أسد الله الغاضب أمير المؤمنين إمام المهيدين رئيس الأشعين أبو تراب مولى العالمين بعض مدينة طريق المشاحي زمن كذابة عشر فوق الخيبر شكل نوري سما شهر يرضى ما هي شرف شاحي نجف أبري كرم بري سخا شاه مردان تاج بخش الشهان شهر يزدان تستيلا قوة فالوردقار أبو سيد الشباب أهل الجنة الحسن والحسيني علي بن أبي طالب كرم الله وجه الكريم وعظم سنز العليم عليه الصلاة والسلام بعد داشت إلهي بحرمة بركة رازون ياس إك سيد الأنبياء المرسلين خاتم النبيين وشفيع العالمين شفيع المدربين عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين راحة العاشق المراد المشتاقين مختار الكونين والثقلين سلطان العالمين سلطان الدارين سلطان الحرمين الشريف تاج وعز والعلي العليم صاحب القرآن مالك الأصحاب المقدس العظمة أهل البدرين الوحدين ابن السيدين الطيبين النيرين الشهيدين السيدين الكريمين العظيمين حسنين صديقين مصطفين مجتبين عبد الله عامنا أبغض الخلائق كلهم أجمعين قبض المصطفى
بلات محمد قرة المرتلى لذة أبو الدرام سيد الشباب هل دن قوة الله فاطمة الزهراء البطولة الأفضل لك دس العظم المدني جد سيد الشباب هل دن الحسن والحسين مولانا مرق ومن والسقلين مهين الإلهية نور الإلهية وجود الإلهية أسر الإلهية محزور مقدس علي العليم الإلهية خادي خلاج كل مجمل خالد عظم خالد أحمد مجتبى محمد مرتلى محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف قام من العالم وآله الكرام وأصحاب الإبرام يبارك وسلم دائما أبدا بات داشت بات دار الإلهي بحرمة بركة العز ونياز يك إمام المشارق المغارب شاه مردان أبو سيد الشباب أهل الجنة الحسن والحسين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الكريم وأعظم صلى الله عليه الصلاة والسلام بات دار الإلهي بحرمة بركة العز ونياز يك إمام الإسلام والمسلمين خالد حسن بصري الأنصار رضي الله تعالى إلهي بحرمة بركة العز ونياز يك إمام الإسلام والمسلمين خالد أبو الفضل عبد الواحد بن زيد رضي الله بعد دار إلهي بحرمة بركة العز ونياز يك إمام الإسلام والمسلمين خالد جمال الحق ودين فضيل بن عياض رضي الله تعالى بعد دار إلهي بحرمة بركة العز ونياز يك إمام الإسلام والمسلمين سلطان الله شامع الحق خالد سلطان إبراهيم بن أدهم البلخ رضي الله تعالى بعد دار إلهي بحرمة بركة العز ونياز ربي رضا السكين شيخ المشايخ الإسلام والمسلم خادع سيد بدر الدين خليفة المرعشي رضي الله تعالى عنه دارت إلهي بحرمة بركة العز ونياز ربي رضا السكين شيخ الشيوخ عالم الإسلام والمسلم خادع أمين الدين أبي غبير البصر رضي الله تعالى عنه دارت إلهي بحرمة بركة العز ونياز ربي رضا السكين خادي عالم خادع ممشى ذو الودين رضي الله تعالى عنه دارت إلهي بحرمة بركة العز ونياز ربي رضا السكين رأس السلسلة خادع أبو الفتى دائما القائم معراض الإلهي دي حضور عظيم حضور خاجة أبو الفتى أبو إسحاق الشامي تشتي رضي الله تعالى عبد دارت إلهي بحرمة بركة العز ونياز ربي رضا السكين خاجة أبو أحمد عبدال تشتي رضي الله تعالى عبد دارت إلهي بحرمة بركة العز ونياز ربي رضا السكين خاجة أبو محمد تشتي بن خاجة أبو أحمد تشتي رضي الله تعالى عبد دارت إلهي بحرمة بركة العز ونياز ربي رضا السكين خاجة ناسي الحق والدين خاجة أبو يوسف تشتي رضي الله تعالى عنه بدارت إلهي بحرمة بركة العز ونياز ربي رضا السكين خاجة قطب الحق وادي المودود تشتي رضي الله تعالى عنه بدارت إلهي بحرمة بركة العز ونياز ربي رضا السكين خاجة خاجة حاجة شريف زنداني رضي الله تعالى عنه بدارت إلهي بحرمة بركة العز ونياز ربي رضا السكين شيخ شهاب الله خاجة بزور بزور علي بزور خاجة سيد عثمان هارون شابر جنة المعلى المكي رضي الله تعالى عنه بدارت إلهي بحرمة بركة العز ونياز ربي رضا السكين أوت المشايخين خادي خادي مهان والي بيكسان حامي بيكسان خادي عظم وين عظم نور عظم نور إلهي نور محمدي نور فاطمي نور علي نور حسن نور حسين خادي معين الحق والدين الخادي معين الحق والدين خادي معين الحق والدين الحسين تشتي حسن سندري ثم عزمي دي غريب نواز رضي الله تعالى بدارت إلهي بحرمة بركة العز ونياز ربي رضا السكين خادي قطب الحق والدين باختيار كاكي الحسين تشتي عرش ثم دهلوي رضي الله تعالى دارت إلهي بحرمة بركة العز ونياز ربي رضا السكين شيخ المشايخ والإسلام والمسلم حليق المحبت بابا فريد الحق والدين مسعود غند شكر رضي الله تعالى نبات دارت إلهي بحرمة بركة العز ونياز ربي رضا السكين مخدوم الكون يعني والسكرين وصلتنا في دار مخدوم العالمين حضور عدم خادم مخدوم ملاه الدين علي أحمد صاحب البيع الحسن والحسين تشتي صاحب القضية الشريف أقا ابن سيدنا سلطان الأولياء سيد عبد الرحيم عبد السلام ابن سيدنا قطب الأقطاب سيد عبد الوهاب سيف الدين جيلاني الحسن والحسين ابن سيدنا القطب الرباني والغوض السمداني محبوب سبحاني عاشق رحماني قنديل النوراني هيكل السمداني هر دو جهاني كاشف مكاني هر مشكل آساني وفضل سلطان الأولياء اسم العالم سلطان محي الدين أبي محمد شيخ معلم سيد عبد القادر جيلاني الحسن والحسين بغدادي قادري رضي الله تعالى عن بغداد إلهي بحرمة بركة العز ونياز ربي رضا السكين خادع شمس الحق والدين الحسين تشتين ترقص ما فاني بس ولي دراش رضي الله تعالى عن بغداد
إلهي بحرمت بركة رازون يا ذو كبير دستكير شاه مخدوم كبير الأولياء رضي الله تعالى عن بعد دار إلهي بحرمت بركة رازون يا ذو كبير دستكير شيخ العالم قطب الأغدار شاه أحمد عبد الحق رد الأبي رضي الله تعالى عن بعد دار إلهي بحرمت بركة رازون يا ذو كبير دستكير شاه عارف أحمد بن الشاه شيخ العالم أحمد عبد الحق رد الأبي رضي الله تعالى عن بعد دار إلهي بحرمت بركة رازون يا ذو كبير دستكير شاه محمد عارف بن شاه عارف أحمد بن شيخ العالم قطب الأغدار شاه أحمد عبد الحق رد الأبي رضي الله تعالى عن بعد دار إلهي بحرمت بركة رازون يا ذو كبير دستكير شيخ شيوخ عالم الإسلام والمسلمين شيخ السماوات والأراضين قطب عالم شاب قدوس صابر تشتي ابن شيخ الشيوخ شاه اسماعيل صابر تشتي ابن سلطان الاولياء القطب الفريد غوث الرحيم شاه صفي الدين تشتي اشرف جهانغري رضي الله تعالى عنه بغدار الهي بحرمت بركه رازون يا ذكر الذكير شاه جلال الدين صابر تشتي رضي الله تعالى عنه بغدار الهي بحرمت بركه رازون يا ذكر الذكير شاه نظام الدين صابر تشتي رضي الله تعالى عنه بغدار الهي بحرمت بركه رازون يا ذكر الذكير شاه بصحي صابر تشتي رضي الله تعالى عنه بغدار الهي بحرمت بركه رازون يا ذكر الذكير شاه محب الله صابر تشتي رضي الله تعالى عنه بغدار الهي بحرمت بركه رازون يا ذكر الذكير شاه قاضي كهان صابر تشتي رضي الله تعالى عنه بغدار الهي بحرمت بركه رازون يا ذكر الذكير شاه قطب الدين محمد شهيد سهلوي صابر تشتي رضي الله تعالى عنه بغدار الهي بحرمت بركه رازون يا ذكر الذكير شاه محمد صحيح صابر تشتي رضي الله تعالى عنه بغدار إلهي بحرمت بركة رازون يا ذو كبير دستكير تاج المحدثين شاه محمد عبد العزيز صابر تشتي رضي الله تعالى عن بغدار إلهي بحرمت بركة رازون يا ذو كبير دستكير مفتي أعظم شاه محمد يعقوب صابر تشتي رضي الله تعالى عن بغدار إلهي بحرمت بركة رازون يا ذو كبير دستكير حافظ القرآن عارف الرحمن بحر الإرفان حضرت مولانا الحاج الحافل شاه محمد شاه محمد عبد الكرم صابر تشتي رضي الله تعالى عن بغدار إلهي بحرمت بركة رازون يا ذو كبير دستكير قبلة يا عرفان كعبة يا عاشقان أصحاب الولاية حضور حضرة مولانا الحاج الحافل الشاه محمد عبد الوالي فرج محل الصابر تشتي رضي الله تعالى عن بغدار إلهي بحرمة بركة رازون يا ذو كبير دستكير سراج الأقطاب عون الحباب سيدنا قلب الحين الشاه محمد عبد الرزاق فرج محل الأقنبي رضي الله تعالى عن بغدار إلهي بحرمة بركة رازون يا ذو كبير دستكير قطب الإرشاد محبوب رب الأرباب حضرة مولانا الحاج الحافل الشاه محمد عبد الوالي حب صابر تشتير يا الله تعالى بدار إلهي بحرمة بركة رازون يا ذو كبير دستكير ملك العلماء الكاملين والمكملين راسخون بالعلم إمام الهند حضرة مولانا الحاج الحافل الشاه محمد قيام الدين عبد الباري ميان صابر تشتير يا الله تعالى بدار إلهي بحرمة بركة رازون يا ذو كبير دستكير شيخ المشايخ الإسلام والمسلمين ولي الكامل صفي الواصل حضرة مولانا الحاج الحافل الشاه محمد قطب الدين عبد الوالي صابر تشتي رضي الله تعالى عن بغدار إلهي بحرمة بركة رازون يا ذو كبير دستكير شيخ المشايخ الإسلام والمسلمين فخر المشايخين حضرة مولانا الحاج الحافل إلهي بحرمة بركة رازون يا ذو كبير دستكير شيخ المشايخ الإسلام والمسلمين فخر المشايخين مظهر أسرار تجليات أنوار الفخر المعين الإلهي شاه سيد محمد افتخار علي صاحب الحسين تشتي ثم عزمي رضي الله تعالى عن بغدار اللهم اشرح صدورنا للإسلام ونور قلوبنا بنور الإيمان واهدنا سبل السلام واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم زد نورنا وزد سرورنا وزد حضورنا وزد معرفتنا وزد نعمتنا وزد محبتنا وزد عشقنا وزد عرفاننا وزد ذوقنا وزد شوقنا وزد علمنا وزد عملنا وزد شهودنا وزد شهودنا يا مولانا معيننا برحمتك يا ارحم الراحمين سيدي ما شيخ ما بيرانا بيرماتي يا مولانا
معين الدين تشتي يا معين الدين تشتي يا معين الدين تشتي دستغير ما تغير ودي ما روش شمس بي ما روش هري أزهن وعن فينا جريتا بانما بدر منير ما تي الغيا سلمان المدد الغيا سلمان المدد الغيا سلمان المدد أي خاديك الخادرة ما فخنا سلطان برماتي جمالي شكل يزداني معين الدين الحسيني سراب الرحماني معين الدين الحسيني كريم سيدي فخر الهند والحسد غياس المستغيثان معين الدين الحسيني خديدا مثل توقع سراب كركوي مثال بصورة مصطفى ثاني معين الدين الحسيني بغرداب بلا افتاد قشتي زعيفة شكشتا رات بشتي بحق خادي عثمان هاروني بحق خادي عثمان هاروني بحق خادي عثمان هاروني ملتكن يا معين الدين تشتي ملتكن يا معين الدين تشتي ملتكن يا معين الدين تشتي رحمكن يا معين الدين تشتي بعدكن يا معين الحق معين الدين تشتي بعدكن رحمكن امدادكن خادي خادغان والي بقصان خادي عظم خادا معين الحق والدين حسين تشتي شهزاد تشتي سندر خادا فخر الدين تشتي خادا حسام الدين تشتي خادا ابو صيد ضياء الدين تشتي سيدة بيبي حافلة جمال تشتي شهزاد تشتي سندر قلال بذر خادا حسام الدين دين تخر تشتي بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على نبيه وعلي وصحبه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى الله بأن تصلي علي الفاتحة قال بشان حميمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه ربي إني مغلوب فانتصر فجبر قلبي المنكسر ودمع الشمل المندسر إنك أنت الرحمن المقتدر اكفني يا كافي أنا العبد المفتكر كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن الشرك لظلم عظيم وما الله يريد ظلما للعباد قد يدابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله بعدد حسن جماله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله بعدد حسن جماله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله بعدد حسن جماله آمين وسمع آمين سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلي عليه وسلم.